شعارات حنا هما الضحايا براكم الشعارات حنا هما الضحية شو كتبدل دغيا الحالة هي هي بطارة الناس كتموت وهي ايا وقتش معي راسك راكي في المجلس الموقت ماشي في كوميديا الشهاب في الميديا واش عرفت بلي الناس كتعاني في الراشدية تعيش ساكنة في اقليم الراشدية عموما ومنطقة سافلات على الخصوص هلوعا شديدا وذلك بسبب ظاهرة حشرة غريبة تسببت في لدغ عدد كبير من المواطنين عدد كبير من المواطنين تقاسوا مرضوا بغاو الدواء مرض جديد والناس ما عارفة اشنو هو ليش مليون كيف تنسون تتكلمون بقي كتضحكي غادي تهجريه الا عندك شي تفسير يلا قطريه اشنو شنا المرض نوكتا كتضحك قليل اللي عارفان هنايا باش نضحك ياسمينة كتضحك والمواطن في خاطر الوزيرة كتضحك والمرض كينتاشر نصيب الانسان حيث يتنقل من الفئران او الجردان احنا هما الفئران احنا هما الجردان هكا كتشوفونا حيت نتوما في امان خصو عايشين والناس كتموت والهدر كيجاوبوه بلا طول واش راك مريض خصك تخلص الحاج اما الوزيره راه كدير في الماكياج اول مقياس اساسي هو الاستقامه اش من استقامه الله يعطينا وجهك فين عمرك شفتي وزيره في المجلس كتضحك لا كتموت في الضحك والناس كتموت في المرض دوار بلاص فيطار مرا كتولد في الارض راكم خمستو حتى عطات الريحه بدينا كنشكو كاع واش كاينه وزاره الصحه وزاره الصحه حقيقه قايمه بالواجب اش من واجب والسيره كتكويح واش البيره ولا علينا كتربي ولا ما كنتيش عارفه خرجي سولي بركه ما تبلبلي وديري غير الواجب كلشي كيتخوصص واش هذا هو الواجب طبيب كاع ما كاين واش هذا هو الواجب سبيطار معفن واش هذا هو الواجب واش فين انطاكي باقي هو هو معفن بنوزه معفن بنو طفل معفن مكرفص سبيطار مكرفص المواطن مكرفص المواطن كيخلص الأدوية غالية انتوما عندكم هانية المواطن تهرس دير عملية خلص مليون ونص شكون اللي بينا حس الوزيرة فينا هي وسيدة الوزيرة فينا هي مكايناش مكايناش راه كدير في المساج كاع ما باغا تعرف في المواطن اش محتاج راك محسبك المواطن الحمار بوزنين رحنا عارفين اش وقعوا كاع مساكتين الملك نصره الله كيدير التشكيل الوزارة خاصها تطبق نتوما مالكم ناعسين ناعسين فينا وزارة الصحة الوزارة باقا في الفراش فينا هما التجهيزات التجهيزات كاع مكايناش كيفاش تكون التجهيزات السبيطار كاع مكاين عيب وعار عليكم مسكين قاس كيسين نتوما نسيتو وتقولوا اشنو بغيتو ايوا بغينا غير حقنا ما بغيناش الكانيون بغينا غير سبيطار بنيتو لينا الحيوط ما فيش لا طبيب ولا فلميات ولا الدواء غير الحيوط ما كاين حتى شي واحد عينا بالاحتجاجات عييت ما ننتقد وانا استرجعوا الناس الثقه في وزاره الصحه ايوا انت اش كتقولي واش نعسه ولا فايقه شكون هاد الناس اللي كتقولي فيكم تايقه فيك يكوني عايقه وديري غير خدمتك انا ماشي ضدك بالحق كانت حتى انا ضد الوزاره من اللي ولات فاسده الشعب يريد محاكمه الفاسدين بغينا غير حقنا والله ما مساكين نسنين صبرك بغينا التغيير محسوبيه زبونيه بغينا حكم كبير كنتيقو غير في الملك ما كنتيقوش في الغير مغرب الطح وعلى بلادي كنغير هاد المنطويز ماشي فيا قليك الضمير ضميري مرتاح لان الشفافيه والنزاهه كاينه وهذا معترف من طرف الجميع معترف من طرف الجميع شكون هذا الجميع فين النزاهه وفين الشفافيه هادشي كامل بلا ما ندوي على العالم القروي المرا اللي كتموت قبل ما تولد هادشي كامل بلا ما ندوي على لومبيلونس اللي كتصوني وما كتجي حتى تيموت بنادم هادشي كامل بلا ما ندوي على التعيينات اللي كل طبيب وفاش كيلهفوه هادشي كامل بلا ما ندوي على الكريساج في الكلينيكات طبيب كيخلي المستشفى العمومي وكيمشي للكلينيك باش يلم الفلوس وزيد وزيد كيفاش بغيتي ضميرك يرتاح انتي المسؤولة الاولى والتالية قدام الشعب وقدام الله